عدد جديد من حصتكم الشهرية دروعوبيت مع ناصر بويش. يستضيف هذا الأسبوع أحد نجوم الكرة الجزائرية جمال تلمساني، أحسن صانع ألعاب في البطولة الفرنسية لسنوات الثمانينات، فتح قلبه لقناة الجزائر. في كوب دي موند بن شيخ نحا ثاني دارو بلاصون alors qu'il avait sa place largement. ليعود بالذاكرة إلى بداياته مع شباب الكور. Premier service c'était contre le net le deuxième match au Saint-Juillet contre Ouchen. وعلاقته المتوترة مع الناخب الوطني السابق رشيد مخلوفي. مخلوفي زعما كي تجوز تهبط راسك هو اللي خسر لي كاع لا كارير تاعي في الجزائر. دروعوبيت رفقة جمال تلمساني، كما لم تشاهده من قبل، يأتيكم هذا الاثنين بداية من الساعة 9 ليلا على قناة الجزائر.